السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا الليلة هو حول الغيرة، وهي مرض من أمراض النفوس، خصوصا الغيرة بين الأزواج. نتساءل، هل هي خطر يهدد العلاقة الزوجية أم أنها تحافظ عليها؟ دوما نسير نحو سلسلة النفس البشرية، نناقشها من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال سنن النبي صلى الله عليه وسلم. نتعرف عن هذه النفس البشرية وما فيها من غرائب وعجائب. هذه الغيرة هي أمر فطري تولد مع الإنسان. لما يكون جنينا فإنه يولد معه هذه الغيرة، وأيضا أعداد كبيرة من المشاعر النفسية، فهي شعور عادي ينتاب الفرد من كلا الجنسين ذكورا وإناثا. الغيرة تكون تجاه شخص ناجح، قد يكون صديق أو قريب أو زميل. نحن غالبا ما نميل إلى الشعور بالغيرة من أولئك الذين اعتدنا على مقارنة أنفسنا بهم، نغار من نجاحاتهم من إنجازاتهم، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى مستواهم، وطبعا نغار ممن هم قريبين منا، لكن لا نشعر بالغيرة تجاه أشخاص عندهم نجاح فائق. مثلا شخص حصل على جائزة نوبل، لا يمكن أن نغار منه، لأنه في نظرنا بعيد المنال مما يمكن أن نحققه نحن. ولكن نغار من الذين هم قريبين منا، زميل في العمل حصل على ترقية، أو صديق في الدراسة، أو غير ذلك. هذه الغيرة سبحان الله هي أنواع وأشكال ودرجات. داخل الأسرة والعائلة قد نجد هناك غيرة، وخصوصا بين الإخوة والأشقاء من جميع الأعمار. نجد بأن الكبير يغار من الصغير لأنه صار يحتوي على اهتمام وحنان الوالدين، وقد يغار الأولاد فيما بينهم في المدرسة من خلال الإنجازات وتحصيل النقط العالية في الفروض. وقد تقع الغيرة بين الأصدقاء، فقد يخاف إنسان أن يفقد صديقا له بسبب دخول طرف ثالث، وربما قد يفسد عليه العلاقة فيما بينهما. والغيرة قوية جدا في أماكن العمل، حيث تكون علاقات بين الموظفين والمستخدمين في نفس الإدارة أو الشركة أو المؤسسة، يغار بعضهم من بعض لأن هذا حصل على ترقيات أو امتيازات أو زيادة في الراتب أو غيرها من القضايا المتعلقة بالعمل، أو فقط نال رضا السيد المدير أو السيد الرئيس، فالموظفين قد يغارون فيما بينهم. لكن من أكبر أنواع الغيرة هي الغيرة بين النساء، فهي أشد انتشارا هذه الغيرة بين النساء، لأنها تنشأ عن عوامل كثيرة، وربما قد بسبب الجمال المتفاوت بين هذه وتلك، أو الأناقة الزائدة، أو ربما قد يكون السبب هو المستوى الاجتماعي، أو يكون ربما تحظى بزوج له صفات حسنة. إلا أن أخطر أنواع الرومانسية دي الغيرة هي في الرومانسية، أخطر أنواع الغيرة في الرومانسية،
كتكون بين الأزواج والزوجات هي الأكثر حدوثا بين الأفراد، وهي عبارة عن رد فعل عاطفي عادي جدا. ربما قد يشعر الإنسان بأنه مهدد في علاقته الزوجية، لأن هذه الغيرة تختلف عن الحسد. الحسد يعني أريد ما تملك، أما الغيرة فهي أنني أملك شيئا أنك أنت تريده وتسعى للحصول عليه، بمعنى أنها تختلف عن الحسد في أنها تنطوي دائما على طرف ثالث. الحسد يعني أنني أريد ما تملك، لكن الغيرة ما معناها؟ أملك شيئا أنك أنت تريده وتسعى للحصول عليه، أنت طرف ثالث كتدخل بين طرفين من أجل أن تفسد العلاقة فيما بينهما. إلا شفنا الحلقة المشاكل ديال الطلاق اللي كاينه في المحاكم المغربية، كنلقاو بأن معظم الأسباب كاينه في الغيرة، ماشي في المشاكل العائلية المرتبطة بالنفقة المالية أو المستوى الدراسي أو عدم التفاهم بالعائلات. هذه كاين مشاكل كثيرة، لكن معظم هذه الحالات ديال الطلاق في المحاكم سببها الغيرة القاتلة، بل حتى العنف اللي كنسمعوا عليه بالأزواج، ودابا الآن الناس كيتكلموا على اليوم العالمي للعنف، كتلقى سببه الغيرة. هي عاطفة مؤلمة، لأنك ترى بأن شريكك في الحياة يعني الزوجة ديالك أو الزوج ديالك عنده واحد شخص آخر كيدق عليه الباب، ويا ما تلقيت مكالمات هاتفية من رجال من جهة ومن نساء من جهة أخرى، وعندهم واحد العذاب وألم شديد. وما سببه؟ الغيرة، لأن هذه الغيرة كتعتقد المرأة ديالو بأن زوجها سيضيع منها، هناك امرأة تحوم حوله، أو العكس كيكون الرجل يظن بأن زوجته محط أنظار الناس فيخاف أن تضيع منه، وهنا كيبدأ الشك وكيبدأ انعدام الثقة، ثم كتبدأ مشاعر الغضب وغيرها من المشاعر السيئة. هذا الغيرة قد تؤدي إلى أنك تشعر بالتهديد بإنهاء هذه العلاقة، لأن قد تكون صادقة وقد تكون وهمية، وفي غالب الأحوال كيكون الإنسان يتوهم. ملي كيغير شي واحد على الشريك ديالو، إما الزوج على الزوجة ديالو أو الزوج على زوجها، كتبدأ عملية المراقبة والتتبع والتسنط، كيبدأ استراق السمع، وكيبدأ ربما أسهل حاجة الآن اللي في زماننا هذا كشفت عن أخطار الغيرة هو الهاتف النقال. ممكن أن الزوج كيخلي الزوجة ديالو تكون غفلة وكيحمل الهاتف ديالها، فيطلع على رسائل غريبة أو يطلع على مكالمات من جهات بعيدة، فينتابه الشعور بالغيرة. وكذلك المرأة كتخلي الزوجة تكون مشغول إما في الحمام وإما مشغول بقضية معينة، فتتصفح هاتفه النقال فترى ما لا يسرها، ومن ثم كتبدأ هذه الغيرة تنخر في العلاقة بين الزوج والزوجة، كيبدأ الشك، كيبدأ عدم الثقة، كيبدأ الغضب، وقد ينتهي بالعنف. بل معظم الجرائم ديال القتل وديال الضرب هي الدافع الأول ديالها كان هو الغيرة. الرجل اللي شعر بأنه يغار من امرأته عنده علامات، أنه كيبدأ يتصل بها كثيرا في كل وقت وحين، دائما السلام عليكم كيف حالكم لبس عليكم، ماشي من باب الاطمئنان ولكن بغى يتأكد أين هي، ثم يتعمد أنه يقضي جل وقته معها، يعني يحتل أيام العطل جالس في الدار، مشاو السوق معا، تمشي تقضي غرض عند العائلة كيمشي معها، حتى لما تمشي للحمام الشعبي يمشي معها ويبقى واقف تتسنى تتخرج على خطرها. هذا ليس من باب الاهتمام، هذا من باب الخوف والغيرة ربما تنتابه في نفسه. ثم كيبدأ الإنسان يبحث عن معرفة كل التحركات، ربما قد يكون في العمل ويرسل رسائل، كيف حالك، حال الأولاد، كيف الوضعية العامة، وإذا لم ترد المرأة
يبدأ بالانزعاج والارتياب. وكذلك المرأة أيضا إلى زوجها كتغار عليه، كتعود تحكر على أبسط الأشياء، ربما على لباسه إذا كان أنيق، إلا دار واحد طيب بارفان كتقول واش عندك شي علاقة، واش عندك شي موعد، إلا بدل غير الملابس ديالو وتهلا في راسو مشتط شعره قد تشكك في أن له علاقة أو عنده موعد. وهناك يبدأ الانزعاج والارتياب بين الطرفين. وملي كنمشيو للمحاكم وكنسمعوا الأزواج اللي هما مقدمين طلبات ديال الطلاق، القضاة والسادة القضاة وغيرهم السادة المحامون كيتفاجئوا لما كيبداو يسمعوا بأن هؤلاء الأزواج يغضبون لأبسط التفاصيل. كتلقى الزوج مثلا يغضب من زوجته، لماذا؟ لأنه شعر بأن فلان ينظر إليها، أو لما كانوا مع العائلة فلان يحدثها على وجه الخصوص ويحدق فيها بنظره، ربما زميلها في العمل سلم عليها مد يده وبقى ديك اللمسة ما كانتش بريئة، أو ربما أنها تبضعت في السوق واشترت من عند إنسان واحد البضائع، والطريقة أنه تسهل معها قال لها الله يربح ما كاين باس صرف بلاش، هذه الطريقة ديال الكرم من عند البائع كيخلي الزوج يشك في زوجته واش عندها شي علاقة مع هذا الشخص، لماذا يهتم بها ويبتسم لها. ومن ثم كتبدا الاتهامات المتبادلة. كذلك كاين بعض الزوجات فيهم الغيرة، كيقدر الزوج يجي من العمل ديالو غير فرحان، جاي فرحان ناشط كيغني كيصفر، كتقول الزوجة ما يمكنش هذا جاي من العمل خصو يكون مهدود ويكون مريض ودابا جاي فرحان، وإذا كانت عنده علاقة رومانسية كان على موعد. إلى الويكاند غير غنمشي مع الأصدقاء ديالي لواحد مكان معين، دا بد أن تقول لي حدد لي الموقع ديالك فوتخو بوزيسيون نعرف فين كاين. ودائما دائما دائما كيبدأ نوع من الشكل المتبادل بين طرفين، وتنتهي بالاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بحيث تتهم المرأة زوجها بأن له علاقة مع نساء أخريات، والرجل يتهم زوجته بأن لها علاقة أو هي تتعمد أن تنال إعجاب الآخرين بتزينها بابتسامتها بطريقة كلامها. كاين بعض الأزواج الله يسترنا وإياكم عنده حالة مرضية خطيرة من الغيرة كتنتج عن عدم الشعور بالأمان، كيشعر بأنه غير آمن، ومن ثم كيبدأ عنده سلوكات تعسفية تحكمية وكيبدأ يعتدي على الطرف الآخر، فقد يعتدي على زوجته في ملابسها، قد يعتدي عليها في ممتلكاتها، قد يعتدي عليها في جسدها. وقد يكون هذا النوع من الغيرة المرضية سببها عند أحد الأطراف عنده جنون العظمة. جنون العظمة قد يصيب الرجال كما قد يصيب النساء، كان الرجل كيشعر بأنه عظيم حتى واحد ما بحاله، لم تلد النساء مثله، ولا المعدبة هي غتكون من نصيبه، غيبقى دائما ينظر إليها نظرات ديال الاحتقار. وقد يكون هذا السبب أن إنسان عنده انفصام في الشخصية، كاين بعض الرجال أو بعض النساء اللي عندهم الغيرة انفصام في الشخصية، كتلقى مرة كيكون كذا وكيتقلب بها الرياح في لحظة من اللحظات كيتقلب، وملي كيتقلب كيقدر يجبد لك الريبيرتوار كله ديال سنين مضت، 10 سنين 20 سنة 30 سنة مضت، كيبقى يقول واش عقلتي، نهار كان كذا وكذا، نهار كنا في واحد العرس مجموعين، نهار ابتسم لك فلان، او يتقول لنا عقلتي نهار كنا في كذا وبقيت في حوار مع فلانة وتبادلتم ارقام الهاتف، كيبدا هذه الغيرة وكيبدا المحاسبة. هذا كله كينتج عنه واحد المجموعة من الحياة المعذبة بين الطرفين يكتويها به الأولاد، يكونوا الأولاد دائما هما اللي كيعيشوا حالة من النرفزة وحالة من الضياع. إما كيعتقد الرجل بأن زوجته تخونه إما جسديا أو عاطفيا، وإما الزوجة كتعتقد بأن زوجها يخونها إما جسديا وإما على الأقل عاطفيا. وهناك القول بأن العنف الذي يسود، الحل هو أن الإنسان يعتقد بأن هذه الغيرة هي شعور طبيعي
خلقوا فينا المولى عز وجل بحل الخوف بحل الرغبة في التملك، ولكن إذا كانت في معناها العادي فكتكون صحية. فالغيرة هي ضرورية ومهمة للعلاقة الزوجية باش تكون مستقرة إذا كان طبيعية، لكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده بحال الخوف. الخوف إلى العادي مزيان، أنا أخاف من النار، أخاف من السرعة في الطريق، أخاف من بعض عواقب الأشياء، طبيعي هذا بحال الفرامل، عندك فرامل. لكن إذا زاد عن حده يصبح نوع من الهواجس التي تغزو النفس، وقس عليها كل المشاعر، هي السلبية والإيجابية كلها مفيدة للنفس البشرية، لكنها إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها. فالغيرة لها أثر سيئة، لكن في بعض الأحيان قد تكون لها عواقب إيجابية. فإذا كانت العلاقة بين الزوج والزوجة خالية من الغيرة، هذا مؤشر على أن أحدهما لا يهتم بالآخر. الزوج كيكون مثلا ما كيتسوقش نهائيا فين مشات المرأة وفين جات ومع من تكلمت، لا يغار منها، معنى هذا أن العلاقة ديال المودة والعاطفة باردة غير موجودة، هذا نقص خطر، أثر سيء. لكن إذا زاد عن حده ولا الشك فين مشيتي وفين جيتي ومع من تكلمتي، حالة مرضية أيضا. ولكن الأمر الإيجابي أن تكون علاقة هي مبنية على الوسطية والاعتدال. فمعظم المشاكل التي نسمعها بين الأزواج خصوصا في اليوم العالمي للعنف ضد النساء، وأيضا هناك العنف ضد الرجال، أسبابه هذه الغيرة التي لا نكاد نضبطها. باش نضبط هذه الغيرة كيف ذلك، واش عندها شي مؤشر معين، علماء النفس وعلماء الاجتماع عندهم مدارس وعندهم اتجاهات وآراء وأفكار وتوجهات كثيرة ومتعددة، ربما يصعب على البسطاء مثلنا أن يستوعبوها. لكن الطريقة التي تجعل هذه الغيرة المؤشر ديالها معتدل بسيط جدا، وهي أن الإنسان يكون دائما قلبه معلق بربه، لسانه رطبا بذكره، ودائما تكون أسجد واقترب. هذه الأمور هذه احنا كتبان لنا غير ربما فيها حسنات وفيها قربات، لا، فيها أكثر من ذلك، فيها رضا الرحمن وفيها البركة، ولكن فيها إعادة التوازن للنفس البشرية وللعقل البشري وللجسد البشري. الجسم ملي كيكون عنده التوازن كدير ليه واحد النوع من ليكيليبراج، بحال السيارة إلا وقع لها واحد النوع من التمايل على اليمين أو على اليسر في الأمام أو في الخلف، كنديوها عند المعلم كيعاود يقاد ليها ليكيليبراج. كذلك النفس البشرية مرة مرة كتفيض أو مرة مرة كتنقابض ومرة مرة كتحاول تسيب. كيف نضبطها؟ وخصك جلسات عند خبراء، عند علماء النفس وعلماء الطب وعلماء الاجتماع. احنا الضعفاء ما صعب علينا، القدرة المادية ديالنا محدودة ووقتنا كذلك قليل وثقافتنا بسيطة على قد الحال، لكن ربي عطانا ما هو أعظم وأكرم، وهو أنك لما تحافظ على قلب متصل بالله ولسان رطب بذكر الله، ودائما إذا اشتد عليك الأمر أسجد واقترب، غتلقى بأن جميع هذه المشاعر الفياضة في جسمك كيوقع عليها واحد النوع من التوازن، وتنظر إلى الأشياء بإيجابية، وغتلقى الحمد لله الخير، وتزول عنك كل الأمور السيئة التي تعطي للنفس البشرية قلقا وتوترا واكتئابا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يجمع العلاقة بين الأزواج والزوجات على المودة والرحمة، وأن يزيل من قلوبنا الغير المرضية، وأن يجعلنا نغار لله ونغار على شعائر الله ونغار لدين الله ونغار على مقدساتنا. وأسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعنايته ورعايته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام، ويسعدنا اللحظة أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50
أو 51 أو 52. ونبدأ أول مكالمة من إقليم أسفي، معنا للا فاطمة الزهراء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، كي داير لاباس عليك؟ بخير. الله يبارك فيك بنتي، الله يحفظك ويرعاك. والله العظيم نهار كبير بزاف هذا وما عاديش ننسى كاع، غنبقى فرحانة دايما. الله يفرحك بدخول الجنة بنتي، حفظك الله ورعاك الله. والله العظيم إلا راك عزيز علينا، والله القسم أنا بدا ونلقاك تنبوس لك راسك ورجليك وكل شيء. استغفر الله، استغفر الله بنتي، الله يعلي الدرجات ديالك بنتي. الله يرحم الوالدة ديالك، الله يرحم لك الأموات ديالك، الله يرحم والديك اللي قروك. بارك الله فيك. ومبروك الزيادة. الله يبارك فيك بنتي، حفظك الله ورعاك. والله العظيم واخا نبقى غادي نشكر فيك اليوم كامل، ما عنديش نخلي. استغفر الله، استغفر الله بنتي. والله. استغفر الله، طيب وبادية لك بنتي فاطمة الزهراء. دكتور بيتك تدعي معنا، الله يرحم لك الوالدين، مع والدي ومع خوتي ومع راجلي ومع عائلتنا كامل، الله يرحم لك يا رحمن يا رحيم يا ربي. دكتور هذا الموضوع اللي طرح فيه اليوم والله إلا كيهمني بزاف. إيه؟ حيت أنا بسبب الغيرة من واحد السيدة من العائلة ديالنا وقعت لينا واحد المشكل كبير. إيه؟ باقي حاليا كنعيش العواقب ديالو. سمعتي كيفاش وقع بنتي هاد الغيره؟ منها هي واش غارت من الزوج ديالك، من العائله، من النعيم اللي عطاكم ربي؟ حيت انايا ما انا ماشي من هاد المنطقه اللي تزوجت فيها، ومنين جيت هنايا الزوج ديالي كيعاملني مزيان ومفاهم انا وياه وكل شيء. اييه هي ما عرفتش كيفاش توقعت لهاديك الغيره من جيتي انايا. واحد المره كنت كنهضر مع الوالده ديالي في التليفون على واحد السيد، وكل خويا فلوسه، خويا صغر مني انا، عنده مسكين 22 سنه كان خدام معاه. إيه؟ وكل لي فلوسه مسكين مليون وشي حاجه، وحرقنا في قلوبنا حيت هذاك الدم ديال جوفو عرق كتافه وخدم فيه. إيه؟ وكله من فلوسه، فهمتي؟ اييه بنتي. والله العظيم وكنهضر معاه وقلت لها واش هذاك السيد واش كنسميه بسميت، واش فلان رد لخويا فلوسه ولا اش دار واش دار واش دار كذب. وكنهضروا المهم في التليفون، هي سمعتني كنهضر، ذكرت سميت داك السيد، مشات قالت لها الزوج ديالها، قالت لي راه فلان راه كتهضر مع فلان. هي ما فهمتش الموضوع، كتحبني واش انا حيت سولت الوالده ديالي داك السيد، هي قالت لي لا راه كتهضر معاه. واحد النهار جاوا بحال هكا، كانوا خارجين جاوا للدار، لقاوني جمعت والدنيا كلشي على حقه وطريقه، وهي غارت وهي سبتك قالت شي كلام مع راجلي وقال لها علاش هادشي كامل وهادي وهادي. ناضت هي وراجلها قالوا لي راه مرتك راه كتهضر مع فلان، ها سميتو. لا عاود بالله باش تهضر معايا دكتور، اعوذ بالله باش تهضر راجيم. والله العظيم الا كذبت عليك بيت صدر ربي طير عليا اللي يجي. الله يحفظك بنتي، الله يصلحك بنتي. وانا اقسم بالله ما عنديش علاش غادي نكذب عليكم. وقلتها ليه، قلت ليه شوف راه انا والله ما كندير شي حاجه، راك راجلي وعزيز عليا وما يمكنش ليا ابدا هاد الشيء، انا ما كنتش كنديرو مني كنت بنت. حسب الله دابا منين لقيتك انت ولد الناس مهلي فيا وغادي نمشي ندير شي حاجه بحال هادي. والله قلت ليه ما كنهضر، قلت ليه نمشي معاك فين ما بغيتي، يلاه فين ما بغيتي. انا قلت ليه مستعده، ونهار تلقى قلت ليه هذا الشيء كاين جري عليا من تما، شوهني قدام الناس وجري عليا. لا اله الا الله، ما بقيتش شدني عندك. المهم هو قال لك لا انا تيق فيك وهذا، ولكن قال لك انا خصني نشوف اش ندير باش نسكت لهم فهمهم، حيت الا ما سكتيش لهم فهمهم غادي يقول لك انا ما هذاك الشيء صحيح. لا لا صافي، هو خاكات من بعد بقى وهو كيحلف ليه داك السيد، قال لي والله العظيم الا هذا الشيء كاين، والله القسم قال لي الا مرتك راه كتهضر في التليفون راه عندها ميساجات وعندها هادي هذا الشيء كاين. قلت لها ودي لا يلا دي هذا الرقم ديالي لاجونس وسول عليه. الله الله الله، الا لقيت فيه شي حاجه انا الله. انقطع الخط مع فاطمه الزهراء. لا اله الا الله بنتي فاطمه الزهراء، الله يفرج عليك. هذا مشكل كيوقع كثير، سببه سوء التفاهم من جهه، سوء التفاهم، إنسان لم يفهم كيسمع واحد الكلام وكيفهمه على منحى معين ويؤوله تأويلا فاسدا ويضر به الآخرين. ممكن نقول هذا ناتج عن سوء التفاهم، وقد يكون السبب هو أن الإنسان في قلبه مرض كي يتصيد أخطاء الآخرين، كي يتسنى إمتى توقع في شي زلة من الزلات ويقوم بالتشهير بهذا الشخص الذي يغار منه. وقد يكون السبب تملك إبليس. إبليس كيلعب الدور كبير وعنده واحد المدخل عظيم في هذا الجانب. إبليس كيقدر أنه يدخل في النفوس ويوسوس لهذا وذاك ويقطع الأرحام، وخصوصا إفساد العلاقة بين الزوج والزوجة، وكيبدأ النزاع وكيبدأ الشك وكيبدأ الارتياب،
حتى تنتهي العلاقة بالطلاق أو بالتصادم والعياذ بالله. بنتي فاطمة الزهراء، غير من خلال النبرة الصوتية ديالك كتبني الحمد لله أنت بريئة وما عندك علاقة بكل ما من هذه الأمور، وهذا السيدة الله يغفر لنا ولها، الله يهديها ويهدينا ويهدي جميع المسلمين. والزوج خصو لابد يكون عنده ثقة كاملة في الزوجة دياله، لأنه تزوج بها على سنة الله ورسوله، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، خصوصا إذا كانت أم أولاده لابد كي 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 يسبق حسن الظن، ليس من باب الضعف أو من باب عدم الشخصية أو كيقولوا واكل سبرديلة، لا، هذا من باب حسن الظن بالله والدفاع عن شرفه وعن عن عن زوجته التي هي أم أولاده. على كل حال فاطمة الزهراء تدور الدائرة، تدور الدائرة ويتبين الحق من الباطل. ربي عز وجل دلنا هنا في الدنيا بيان الحقائق، عاد في الآخرة عاد ديك الساعة ربي غادي يقول لنا، يختم على الأفواه وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللي قال شي حاجة ديال الخير غيفرح بها وغادي يسعد، ربي غادي يجازي خير الجزاء، ولكن اللي يحفر لأخيه جبا سيقع فيه منكبا كما يقول العرب أيام زمان. غفر الله للجميع، حفظك الله بنتي فاطمة الزهراء وأسعدك مع زوجك وجعل بينكما مودة ورحمة وصرف عنكم السوء، اللهم آمين يا ربي يا كريم. غناخذ مكالمة أخرى من أسفي مع السي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك بخير. الله يطول عمرك مولاي. مبروك زيادة. بارك الله فيك خويا، الله يخليك وليداتك. الله يحفظك، بارك الله فيك، راك عزيز علينا. أعزك الله خويا. راك عزيز علينا وبزاف. الله يرحم الوالدين. بارك الله فيك، الله يحفظك. يا رب. أنا نطول لك أستاذ، أنا وواحد إحنا أربعة ديال الإخوة. أيه. كان واحد العام في 2012. نعم. كان وقع لنا واحد ابتلاء، وابتلاء شديد. لا إله إلا الله. تحكمنا لنا بأربعين سنة. أربعين سنة سجن. تفرقت علينا الأول فينا 20 سنة وهنا ثلاثة عشرة عشرة عشرة. الله 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 الله. وبقينا صابرين، وديك الابتلاء بقينا الحمد لله صابرين، وكنت ديك اللحظة كنت داك في الراديو وأنا في داخل السجن. الله أكبر. وكنت أذكر الله وقيام الليل وزال فرج. لا إله إلا الله. الحمد لله جاب الله الفرج، بقى فينا واحد. لا إله إلا الله. جاب الله البراءة ديالنا، ما مثلت علينا حتى شي حاجة، خرجنا الحمد لله. لا وعوضكم أخويا محمد، عوضوكم على على هذا الابتلاء حتى إذا كان كان جور في الحكم أو تبين خطأ. لا دايرين لنا في الحكم، ما عندناش حكم نديرو نطلبوا بالتعويضات. لا إله إلا الله. البراءة ديالنا، ولكن ما عندناش حكم ناخذوا التعويضات. لا إله إلا الله. والحمد لله جاب الله الفرج، وكانت واحد الأم ديالنا غاد حماق وغادي تصبطا وتضرب في الطريقة بوحدها. والحمد لله كنا كنعاونوا الاسره، دولينا داخل السجن كاملين. لا اله الا الله. والحمد لله استاذ، داكشي كامل جاب الله الفرج، خرجنا دابا كنشتغل في شي ديال توزيع المواد الغذائيه. مزيان. تعرضت لواحد الشابه للزواج ان شاء الله. الله يبارك يا رب. هاد السيده كتنتمي للقطاع العام. نعم. هاد الخدمه ديالنا ضروري خصنا نديروا واحد، الاداره ديالها كدير واحد البحث على ديك الزوج ديالها. نعم، الا كانت قريبه من الدوائر الامنيه او القضائيه خصها لابد، وحاملي السلاح وغيرهم خصهم لابد الشريك ديالك يكون عليه بحث امني. نعم. درنا استاذ واحد، درنا الدوسي ديالنا، دفعنا الطلب ديالنا، جانا مرفوض. لا اله الا الله. جانا مرفوض، وهاد السيده هادي كنشوف فيها الزوجه الصالحه. لا اله الا الله. معايا وما خلت ما دارت معايا. لا اله الا الله. والله العظيم بالله الى تدم الى 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 انا هي مريضه وانا مريض، ما وسيده كنشوف فيها المراه الصالحه، استغفر الله العظيم ما غلقاش بحالها. سيدي محمد، دابا هذا الابتلاء، هذا الحكم اللي تحكمتوا به، واش جاكم العفو ولا تبين البراءه ولا البراءه؟ اذا الانسان البريء يعني خاصو بالعكس خاصو يتمحى الوسخ كله. هو سي كريبان دليت اليوم بالبراءه ديالي، ولكن لا حياه انا من تنادي. لا اله الا الله. قلت انا ما عندي شي حاجه في هادشي. والبراءه ديالي. واش وكلتي شي محامي شاطر باش يقدر يدخل ويشوف الاماكن اللي فيها الصوت مسموع؟ لا لا الاداره الا قالت لك لا لا ما عندكش حق تناقش تقول شي حاجه. هذا خطا كبير. لا اله الا الله. والحمد لله، ومسكينه دابا هي مريضه، انا مرض القلب والله العظيم، الى مريضه مسكينه وكتعاني.
وقلت فيا هي كل شيء ولكن الحمد لله. لا اله الا الله. ودائما شي دعوات الخير واخا سيدي باذن الله واخا سيدي محمد. دكتور دكتور ونسولك ان شاء الله، دابا انا الخدمه ديالي كنمشي للعروبيه بزاف. اييه. واول حاجه ضاحت لي طاحت لي في بالي وبغيت ندير واحد العمل ديال الخير. اييه. يعني درت انا كل مره في الشهر ولا جوج مرات في الشهر نكون ناخذ واحد التوب ديال الكحل. اييه. ونحطو للجيب ديال العروبيه. الله اكبر. اي دوار دخلت ليه نحط فيه مثلا داك واش هذا فيه شي اجر ولا لا. واخا خويا باذن الله. واخا خويا. ونزلوا معنا بالشفاء لهذ السيده والله يدير شي تاويل ديال الخير. يا رب سيدي محمد بارك الله فيك اخويا، حفظك الله ورعاك الله واسعدك الله وجمع الله شملكما. لا اله الا الله. هذه الكلمه اللي قال سي محمد كيقول لك الاداره لقيت لك لا لا يعني لا. باقي كنعقل هذه 21 سنه كنت كنشتغل في واحد الاداره معينه وكان واحد المسؤول كبير يعني كبير منه للقمه منه للقمه وكان درنا شي اعمال ويقول لك قال لي نفس العباره قال لي احنا باقي عندك ساعه الله جينا من الجامعه كتكون حضرتي الدكتوراه وجاي بواحد الحماس واحد الفكر ديال التغيير وديال التجديد وكتصطدم بواحد العقليه قال لك لا لا. قلت لا يا سيدي الفاضل هاد الكلمه لا لا راه غير قال لي ما تسمعش خصك وكتتنفذ. قلت لي راه في القران العظيم ربنا عز وجل يقول ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. القران الكريم كلام رب العالمين مالك الملك قال لنا راه كيعطي الله حكم معين ومن بعد الله تعالى كيتبين كيبغي يعلمنا. ربنا لا يبدو له كما كتقول الشيعه، الشيعه كيسموه البداء، كان له كذا فبدا له كذا. لا ربنا كيعلمنا احنا البشر اننا ممكن بعض القوانين اللي احنا اتفقنا عليها اذا بدت انها فيها مس لحقوق الانسان او انها فيها مضره ممكن نتجاوزها. وهذاك السيد المسؤول الكبير بخني وعاتبني وقال لي لا، وانا حضرت راسي ومشيت في حالي. مرت الايام ومرت الشهور والسنون اكثر من 10 سنوات وهذاك المسؤول الكبير وقع عليه ظلم كبير ظلم كبير وقالوا ليه الاداره لا لا وبدا كيشكي. ونتلقى معاه في احدى الادارات الكبيره في الوزاره في الرباط، تلاقيت معاه في اهلا بخير ويقول لي الكلمه اللي قلتي لي شحال هذه وقفت عليها. فعلا انا ما كنتش عارف حتى تعرضت نفسي ان الظلم وشعرت بانني تمسيت في الكرامات ديالي في الحقوق ديالي. وقالوا لي لا لا وقول لي عاود لي ديك الكلمه اللي قلتي شنو هي. انا غندخل عند واحد المسؤول كبير باش نقولها ليه. قلت له هي كيقول فيها الله عز وجل في كتابه العزيز من سورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. معنى ذلك أن الله تعالى يسن أحكام ويسن قوانين ولكن فيما بعد يبدو بأن هذه الأحكام لم تعد صالحة فيغيرها المولى عز وجل لما فيه والأصلح. طبعا ربنا لا يبدو له الشيء لأنه علام الغيوب، يعلم ما كان وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سيكون، لأنه على كل شيء قدير. إلا أنه يعلمنا من قاعدة النسخ في الأحكام الشرعية والقانونية أننا نغير هذه القوانين إذا كانت فيها مضرة أو إساءة للإنسان. أخي محمد دابا الآن قال لنا الجريمة اللي وقع فيها هو سماها ابتلاء، لا ندري ما حقيقتها ولا داعي، قد تكون ربما من ضحايا الإرهاب، كان واحد مجموعة شباب ربما مشوا خطأ كأنهم اتهموا بالإرهاب، أو قد يكون ربما اتهامات لأن هذا العدد ديال السنين كبير 40 سنة موزع على 4، إما كيكون جريمة قتل وإما كيكون عنده علاقة بالأعراض وإما بشي اختلاس كبير. على كل حال ياما في سجن مظالم، هذه كلمة تردد، ياما في سجن مظالم، شحال من واحد مسكين غير تقدم فيها، كاين اللي دارها بيدو وكاين اللي مسكين غير كتبت عليه. ولكن إذا تبينت براءة إنسان معين يعني الوضع العادي والطبيعي في القانون هو أن الإنسان أصله بريء، الأصل في الأشياء البراءة حتى تتم ويثبت الاتهام، هذه قاعدة، كما أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى تثبت الحرمة. فمادام أنكم وقعتوا في هذا الخطأ وسميتي ابتلاء ثم تبينت البراءة يعني الإدارة خصها تعطيكم تعويض، هذه كتسمى جبر الضرر، تعويض عن الضرر. وهذه كاينه الحمد لله، حنا شفنا الناس اللي كانوا في أيام الرصاص ودوزوا سنين ديال السجن
وملي كان السي بن زكري رحمه الله وصلاح الوديع واحد المجموعه من المناضلين ودافعوا، كانت هيئه الانصاف والمصالحه، وتبين بان مجموعه من الناس غير تقدموا، هما كانوا ابرياء، الدوله عوضتهم تعويضات مهمه ملايين صحيحه 30 40 50 مليون. وانتم ربما لو كان عندكم محامي شاطر غادي يحرك المسطره، ملي غيتبين بانكم ضيعتوا سنين وضيعتوا واحد الدوله كتعطيكم واحد التعويض جبر الضرر. على الاقل قلنا الله يسامح الوطن غفور رحيم، ولكن ملي بغيت تزوج يعني وانت بريء لابد انها تعطي هذا الاعتبار بانه لا ليس هناك من، وربما قد يكون المشكل حساس شيئا ما اذا كانت الزوجه تشتغل في دوائر امنيه او كانت حامله سلاح او كانت في واحد العمل له ملتمس قضائي شيئا ما في ملفات، تكون نفس العلاقه الزوجيه في بيت واحد كانك داخل معه في الاداره، ربما هذا مشكل كبير. نتمنى على الله سبحانه وتعالى، نطلب الله تعالى هو يفرج عليكم ويحقق لكم الرجاء. تبسيط المساطر هو شيء مهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة ربما هي متشاكسة، لا رأينا من واحد الزاوية أخرى غتبالك فعلا بأن هذه المرأة جابت واحد الملف اللي هو ساخن جدا وجابته للدار ديالها وبغت تقوم بالإعداد ديالو باش تقدمه غدا للرؤساء ديالها. ربما هما يظنون قد يطلع عليه زوجها وقد يخبر الناس اللي كانوا معها، هكذا يفكرون، والأمر ربما لا يخلو من علامة استفهام وتعجب. على كل حال أخي محمد، الزواج عندنا واحد المبدأ كنأمنوا به، هو قضاء وقدر مبرم. اللي مزوجين في الأرض هما مسبقا مزوجين في السماء، إلا كانت مكتبها لك المولى عز وجل ربي غيكتبها لك. المسطرة بسيطة هي أنك تعاود تقدم طلب استعطافي، طلب استعطافي للجهات المعنية، كتقول بأن هذه الزوجة عندنا علاقة ديال المودة وديال الاستلطاف وديال التراحم، وراني هكا وقع لي وأكيد راه غينظروا الى الملف بنظره استعطافيه، غينظروا لها ان شاء الله نظره اخرى مغايره وتكون فيها خير باذن الله. وكاين طريقه بسيطه وهي ان الانسان قد ربما يعطوا تزكيه من جهه معينه، ومن ثم ممكن انه يزيل عنه الاتهامات السابقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويتولاكم بعنايته ورعايته، اللهم امين يا اكرم الاكرمين. غنتحولوا الى اقليم ترقيست مع السي سعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا تحياتي لفضيله الشيخ الاستاذ المحترم فضيله الشيخ الدكتور السي طيب قريبان، وتحياتي للطاقم كله ديال اذاعه ميد راديو، معكم سعيد الشيخ من ترقيست استاذ المحترم. يا الف مرحبا، يا الف مرحبا السي سعيد، يا مرحبا، نهار كبير هذا. أستاذ المحترم أنت طيب، اللهم اجعل كلامك طيب. يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعل برنامجك طيب. يا رب يا كريم. اللهم اجعل حياتك طيبة. يا رب. اللهم اجعل أولادك طيبين. اللهم آمين. اللهم اجعل زوجتك طيبة. يا رب. اللهم اجعل عائلتك طيبين. يا رب. أنت وجميع المغاربة. يا رب. جميع المسلمين والمسلمات. يا رب. مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمين. أستاذ المحترم خلينا نسلم لي بزاف على الأستاذ فضيلة الشيخ الأستاذ السي عمر الجبري. أياه الرجل فاضل. إياه نعم سيدي. راه كنسمعوا نهار الجمعة كيبكي لي، وكنت كنسمعوا في رمضان في التراويح، والله العظيم كنت كنبكي معاه، سلم لي عليه بزاف، قول له تسلم عليك سعيد الشيخ من ترقيست. مبلغ إن شاء الله أخويا، غدا نبلغ عليه إن شاء الله تعالى. ندير واحد الدعاء اللي كنت غنعيط لك البارح. تشوف واحد الشيء كبير ديال الناس كيعيطوا كيغوصوا كيتشكاو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن الفقراء الضعفاء بزاف كانوا كيتشكاو كيبكيو. غادي نقول لك واحد النقطة أستاذ أساسية أولا وقبل كل شيء، أنا كنشوف هاد أصحاب الأموال، أموال الكبار، كاين اللي في راس المالو 100 مليار، كاين اللي في راس المالو 200 مليار، كاين اللي في راس المالو 500 مليار، كاين اللي كثر. هاد صحاب الملايير الكبرى وكانوا كيعطيو الزكاة حق الله سبحانه وتعالى على حقها وطريق هذا الحساب، ما جبرش شي واحد كيغوت في السبيطار أو لا خصو المعاونة أو لا خصو الدواء أو لا المتردين. ياك أستاذ محترم؟ معقول؟ نعم سي سعيد. لأن الدين الإسلام دين ديال الرحمة. أنا كنشوف عندهم الملايير لا تعدى ولا تحصى، واش ما كيفكروا في الموت؟ واخا يكون عندك الطائرة ديال راه خلقتي عريان غتموت عريان، خلقتي عريان غتموت عريان، واخا يكون عندك الطائرة الذهب، الإنسان خصو يفكر الآخرة. نعم. اسمع أستاذ محترم. نعم سي. أولا أمير المؤمنين سيدنا عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان امير المؤمنين خليفة المسلمين. اش كيعمل؟ كيلبس التمر مقطع وكيمشي للسوق كيشرب الناس وكيشرب المساكين وكيعطي للمساكين ياكلوا في سبيل الله وكيبقى الجوع. شوف سبحان الله العظيم هذا كان امير المؤمنين خليفة المسلمين كيعمل التمر مقطع وكيمشي للسوق كيعطي الناس يشربوا وكيوكل الناس والفقراء والمساكين. هذه هي السنة الحقيقية ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم الحبيب اللولية كان معروف بالكرامة. كيبقى الجوع الجوع 8 أيام 10 أيام كيمشي كيعطي المساكين ياكلوا في سبيل الله، وكان سبحان الله العظيم فيها الكرم الرحمة 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 بزاف، وكان كيعيش مسكين مع الفقراء مع الضعفاء مع المحتاجين. إيوا دابا كنشوف الله يجعل السلامة أستاذ المحترم، كنشوف دابا الفقراء والضعفاء بزاف، وأنا كنشوف صحاب الأموال بالكثرة. الشتم الأول يعطي بزاف يا حق الله يا لوليا، ويعاونوا الفقراء ويعاونوا المساكين، لأن الدين في الإسلام دين الرحمة. يقول رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم الحبيب: من بات شبعان وجاره جائع فليس بمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم الحبيب: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا استاذ المختار، نعم سي سعيد صدقت، هذا هو الاسلام. لان شوف ما حكيتش غاع من الجلابه واسبق الجامع وخرج واسبق، لا لا لا، الدين الاسلام دين الرحمه. وشوف سبحان الله شحال ديال الايات ديال القران العظيم اللي كتقول: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه، وحش كبير الايات. لان شوف اللي كيمشي كيصلي وما كيزكيش وما كيرحمش وما كاينش الرحمه، هذا غامي حتى كيدخل الجنه. يا استاذ المحترم، لا اله الا الله. دابا الان غادي نختم استاذ بواحد الدعاء ان شاء الله. يا مولاي غادي نقرا، غادي نقرا شي ايه الاولى ان شاء الله. هيا نتبركوا بها باذن الله تعالى. يا رب يا الله. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة. سعد مداء السكري كان خطير، وصل 4 غرام 4.5 5، واستطاعوا أنهم يرجعوه للمستوى العادي جدا. باش رجعوه كاين اللي كيستعمل نظام غذائي اللي هو يا منتظم عند خبراء في التغذيه وفي الطب، كاين اللي كيستعمل ادويه معينه، وكاين اللي غير غير منطقه التفكير ديالو والرؤيه ديالو للاشياء. وهذا هو الاصوب، احسن طريقه اللي بغى الصحه والعافيه ديالو تدوم وتدوم وتدوم. كاين الرياضه، كاين اللحظات اللي كيكون فيها الراحه والتامل والاشراق الروحي، كاين النظام الغذائي المتميز، كاين نظام الادويه، بزاف ديال الاسباب يعرفوها الجميع. لكن اللي كيغفلوا عليها الناس وهي ان يكون عندك منطق التفكير ومنطق الروح يكون سليم. هادو جوج سليمين. منطق التفكير ما معناه؟ انك كتنظر الاشياء ببساطه، لا تعظم شان الدنيا. الاحباب اللي هم مرض بالسكري، والناس اللي عندهم ضغط الدم، عندهم تورسيون، والناس اللي عندهم امراض اخرى متعدده، راه العلاج بسيط جدا جدا جدا. العلاج لا يحتاج الى استشاره طبيه ولا الى ادويه ولا الى عمل جراحيه، يحتاج فقط لواحد مساله، اننا لا نعظم الدنيا. نشوفوا الدنيا، ندير واحد المنظار بسيط. الدنيا بسيطه، الدنيا خلقنا لها الله تعالى باش نتمتعوا بها وناكلوا ونشربوا، وايضا جعلنا ان نجعلها مقر للعباده، مقر للطاعة، مقر للتأمل في ملكوت الله. خذ الدنيا ببساطة، انظر مثلا إلى شخصية غاندي الزعيم الهندي، كيفاش كان محامي كبير وكان سياسي ماهر ووصل إلى رئيس دولة،
وكان ينظر إلى الحياة ببساطة. المهام تاع الغاندي كان كينظر الحياة ببساطة جدا. طبعا احنا ليس هو قدوة لنا، احنا قدوتنا هو نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أننا ننظر إلى الدنيا ببساطة. كان يوصينا فيقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنا أش بغيت من الدنيا كلها؟ إلك تغنصفق في الصباح الباكر وغادي يلقى الأمن والأمان. الحمد لله بلادنا مؤمنة، عدنا نحظى بالأمن والأمان رغم كل القلاقل هنا وهناك، ولكن على العموم نحن مؤمنون. وجزى الله تعالى كل من سهر على حفظ سلامتنا وأمننا. من أصبح في سربه آمنا معافا في بدنه، الله يجعل البركة. ماشي صحاح جدا، ولكن عدنا الجهد باش نوضو ونوقفو ونصليو ونقومو الليل ونقومو بالوظيفة ديالنا ونخدمو ونهزو ونحطو ونمشيو ونجيو ونديرو مع الناس. يعني الله يجعل البركة. ماشي صحيح، ماشي مفتول العضلات، لست من ذلك الرياض البارز، ولكن عادي الله يجعل البركة. عندك شوية المرضى شوية حرق هنا ولا هنا، لا يهم، أنك في العموم أنت سليم معافا في بدنه وعندك قوت يومك. عندك اللي قسم الله الثلاجة فيها شي بركة، عندك في بيت الخزين شوية العدس شوية اللوبيا شوية الفول ديرو بصرا في هذا البرد هذا شوية زيت العود، الله يجعل البركة. وما زاد عن ذلك فهو فضل من عند الله تعالى. غناخذ الدنيا هكذا بواحد المنظار بسيط، والسلوكات والعلاقات ديال العائلة والجيران والمقربين ما نبقاوش نحكروا كثير، ما نبقاوش نقولوا علاش هذا كيدير كذا وكنتقدوا هذا السلوك وهذا السلوك، لأن هذا الشيء اللي عطى الله، هذا الشيء اللي خلق مولانا عز وجل. فلان مضارب مع الزوجة، لماذا أنت فعلت كذا وكذا مع أولاده؟ على جد التصرفات غتبقى تنتقد وغتغلب غتغلب غتقهر. أحيانا كترفع الراية البيضاء، علاش؟ باش تحافظ على واحد النوع من الاستقرار، وإلا ذاك العنف الزائد وذاك التحكار على الأشياء كيؤدي إلى العصب للطرفين، كيطلع عندك أنت السكر والآخر كيجي الإحباط وكتعود في مصائب أخرى أعظم. خليها على الله، مشيها ويلا، وغتشوف بأن الحياة بسيطة جدا. غيتقاد السكري وغيتقاد ضغط الدم وغيمشي الحريق من الركابي والكتاف، وغتجيك الرغبة في الطعام واللذة ديال الطعام، وغتجيك المتعة ديال النوم، وغتجيك الراحة والبدني. الله على راحة الله ببساطة. يعني غير نظرتك للوجود للحياة، واعلم بأن الله معنا يسمعنا ويرانا، وهو معنا في كل وقت وحين. واسمه الكريم سوف يكرمنا، واسمه الرزاق سوف يرزقنا، وسمى نفسه الغفور لكي يغفر للمذنبين من أمثالنا، وسمى نفسه الستار لكي يستر المخطئين من أمثالنا يسترون عن. وهكذا غتلقى الحياة بسيطة بسيطة جدا جدا. إذا درت هالتصور غتكسب صحتك، غيتقاد السكر، غيتقاد طونسيون، وغتشعر بأنك في وضعية مريحة جدا. سي عمر الله يحفظك ويبارك فيك ويطول لك العمر، اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونتحول إلى إقليم زودة مع سيف الضول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف دايرك سي الشيخ لاباس؟ يا مرحبا بك مرة ثانية سيف الضول. أي شكرا أود سي الشيخ سي الطيب، راه كنشكروك. الله يطول عمرك مولاي. كتشجعنا وكتنورنا، الله يعطيك الله يعطيك الخير. جزاك الله الف خير اخويا، الله يرحم الوالدين. الله يحمر لك قراك. اللهم امين اخويا، بارك الله فيك. غادي نسولك الحاج. اي يا سيدي. الى صليت وسلمت، واش يجوز المسبحات يديرهم بنادم باليد اليسرى ولا لا؟ اييه واخا اخويا، اييه باذن الله. نعم كاين شي سؤال؟ هي نجاوبك ان شاء الله. عندك سؤال ثاني ولا شي تدخل ثاني؟ بغيت نغادو على الله يرحم الوالدين. يا ربي يا كريم اخويا سيف الضول، جزاك الله الف خير وهنيئا لك وبارك الله فيك واسعدك الله. هذا السؤال ديال سيف الضول راه مهم جدا، رغم انه يبدو بسيط لكنه مهم للغايه. كيسول سيف الضول عند الانسان الى صلى وسال الصلاه ديالو انه كي يسبح لله البقيه الصالحات، هل تعلم سيف الضول بأن أعظم وأكرم أكرم أكرم عمل في 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 عند الله تعالى ما هو؟ أعظم عمل عند الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة هو البقية الصالحات.
يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أشناي البقية الصالحات؟ هي اللي قال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عقب كل صلاة تسبحون وتحمدون وتكبرون الله تعالى 33 مرة. قال لهم: هذا العمل إلا قمت به راه ما كاينش شي واحد في الدنيا غادي يكون أكثر منكم، راه المصلون والصائمون والمجاهدون والمحسنون والأهل الفضل وأهل الخير كلهم أنتم غتسبقوهم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يهذب قلوب بعض صحابته خصوصا الفقراء اللي كانوا مساكن كيشعروا بالحرمان، كيقول لهم: ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 مرة، وذلك قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني عقب الصلاة الصلوات الخمس من اللي كان ساليو: السلام عليكم السلام عليكم، اش كنقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لماذا استغفر الله 3 مرات مباشرة بعد السلام؟ كان استغفر الله تعالى على انني كنت شاردا في صلاتي، لما كنت كنصلي وقع لي شرود، وقع لي عدم انتباه، ربما فقدت التركيز، فكنستغفر الله تعالى على ذلك. ثم كنقول الأذكار المأثورة وكنختم بهذه البقية الصالحات: تسبحون الله 33 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، المجموع 99. وكنختم بالمئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لدرتي هذا العمل ما كاينش شي واحد غادي فوقك، كاع الناس اللي سبقوك في الصلاة وفي الجهاد وفي القرآن الكريم وفي طلب العلم وفي الدعوة إلى الله وفي الزكوات وفي الحج والعمرة، أنت غتسبقهم وغتدركهم وغتفوتهم بهذه البقية الصالحات. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقدها بيمينه، هذا جواب عن سيف الظل، قال لك واش نديرها بالشمال؟ لا، كنديرها باليمين. سنة النبي المصطفى أنه كان يعقدها بيمينه. لماذا؟ لأن اليمين هي كاع الأعمال ديال الخير، عندنا يدين واليد ديالنا اليمنى كنستعملوها للخير. إذا كانت البقية الصالحة في التشهد كنقول التحية لله الزكية للطيبة، كنديروا الحركة بالأصبع باليمين ديال اليمنى، الصدقة كنصدقوا باليمنى، السلام السلام عليكم ورحمة الله، كنصافحوا الناس باليمنى، دائما اليمنى كندير بها أعمال البر، واليسرى تستعمل لأشياء أخرى غير لا ذكرها من الاستنجاء وغيرها، كنديروا باليسرى، كيبقى دائما الإنسان طاهر ونظيف. وهناك من يستعملها بالسبحة أيضا، لا حرج في ذلك، لأنها وسيلة من الوسائل يستعمل السبحة. إذا وأصلها أن النبي الكريم رأى امرأة تقوم بالذكر عن طريق الحصات والجرة، كتستعمل الحصات وتربيهم في الجرة كتحسب، ولم ينهها، فدل على أنها مباحة. المهم أن نعقدها باليمين، وهذه البقية الصالحات أش كتسمى؟ كتسمى غراس الجنة، غراس الجنة. يعني الانسان اللي يبغى يقعد فلاح في الدنيا، انت كتمنى يكون عندك شي ارض فلاحيه، شي بقعه تزرع فيها، دير فيها النخيل، دير فيها الرمان، دير فيها التمور، ودير فيها كتمنى، ولكن العين بصيره واليد قصيره. شحال من واحد دابا مسكين عايش في واحد ربعه الحيوط ضيق في المدن القصديريه او في الاحياء الشعبيه او في المدن الكبرى العملاقه، عنده واحد متر صغير، كيتمنى يكون كانت عنده شي فيرما ولا شي بقعه ارضيه فلاحيه يزرعها ويصوبها ويتمتع بها ويفرح، يقول يا سلام، يدوس فيها التقاعد ديالو اخر عمره، يتفجج في هذا الجمال. ممكن تكون كذلك باذن الله، وخير من ذلك ما هو؟ هو انك تواظب على التسبيح والتكبير والتهليل. غمض عينيك ملي تبغي تذكر الله تعالى، غمض عينيك وتخيل ان الله عز وجل سيعطيك في الجنه ارض واسعه، هذه الارض ليس لها بدايه ولا نهايه، أرض شاسعة لم يعصى الله عليها قط، وانت كتزرع فيها، كدير فيها النخيل والرمان والتمور وجميع أنواع الفواكه وأنواع التغذية كلها كتزرع فيها من الآن. كيف تزرعها؟ بالتسبيح والتكبير والتهليل.
لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة كيذكروا الله تعالى قال هؤلاء يشتغلون على غراس الجنة، على غراس الجنة. انت بقى تشتغل بها، غمض عينيك وتخيل بأنك راه عندك الأرض وزرع، اش غادي يوقع لك الآن؟ واحد الطمأنينة، واحد السكينة، واحد الفرحة، وغتشعر بأنك من أغنى الأغنياء وأنك من أثرى الأثرياء. وخجيبك خاوي، هذا ماشي أوهام ولا ديماغوجية، لا أبدا، هذه حقيقة يقينية أن الإنسان كيغمض عينيه وكيتخيل بأن الله تعالى غادي يعطيه واحد الجزء عظيم من الملكوت ديالو. وانت الآن كتقوم بعملية الغرس، التسبيح والتكبير والتهليل، وانت كتقول فيها كتغرس هذه الأماكن، ويوم القيامة تجدها عظيمة، كيقول لك الله هذا ملكك. يا سلام، لك تدخل ذاك الملك كتلقى نخلة واحدة يقطع الفارس ظلها في 500 سنة ولا يكاد يقطعها بفرسه، فهذا نعيم كبير. نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الذكر، الله يلهمنا التسبيح والتكبير والتهليل لكي نكون من أهل الله وخاصته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الأحباب الكرام استقبال المزيد من المكالمات. اللحظة نتحول إلى إقليم جرسيف مع للا نجاة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله بنتي. الله يحفظك يا سيدي، الله يحفظك، الله يكبر بك. يا مرحبا. سيدنا الحاج قريبان. أيها لله. الله يطول عمرك يا الحاج، الله يكبر بك. يا مرحبا لله. راني كنسمع البرنامج ديالك، راني كنشكرك بزاف 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 الحاج. بارك الله فيك. الله يحفظك ويكبر بك، شد لك ربي في الصحة والوليدات، وما كتمنى إن شاء الله ويعمل لك الصرف في الجنة إن شاء الله. يا ربي وجميع المسلمين والمسلمات يا رب. أنا راني من قرسيف، أنا من مدينة قرسيف. مشرفين لالا. وخا ماشي في المدينة، أنا راني في واحد الحي ديور ديال التراب وصافي، حي عشوائي وصافي. لا اله الا الله. وراني مريضه الحاج بزاف، راني نعاني من الشوف، ما كنشوفش بزاف. الله اكبر. والتقهر تاع الحاج بالدوايات، كنتبعو عند واحد الطبيب كيقول لي، كيضرب لي الباري في العين، كيدير لي الليزر، عندي الحصه ديال الليزر باقي له الحصه ديال لي باري، وعييت التقهر تاع الحاج، راني عيانه السكر. ضرب لي الشبكه. الله اكبر. وعندي كان طيح، كان غيب، كان مشي في غيبوبة، كان حس براسي قاع الحاجة، عندي كيقولوا لي عندي اللمس، ايوا عندي الأمراض بزاف، عندي الميكرو في الراس، راني مريضة بزاف، كان عاني بزاف الحاجة بزاف. لا إله إلا الله. لا نجاة، فين كتمشي تعالجي؟ واش في المستشفى ديال الحومة ولا الإقليمي العمومي، ولا فين كتمشي لالا باش تاخذي الدواء؟ الحاج كان مشي للطبيب الفلوس، كون شديت الموعد في الطبيب ديال المخزن كيصيفطوني الوجدة، ما نعرفش تما وما عنديش تما، وشديت الموعد ديال عام، طول عليا الطبيب بزاف تما باش نمشي. لا اله الا الله. ايوا رجعت محسن يعاونوني شويه، العائلات الناس كل واحد وما كيجمع لي، شي يعطيني 1000 فرنك، شي يعطيني 100، شي يعطيني 400 باش نجمع باش نمشي عند الطبيب ديال الراديون. لا اله الا الله. كندير داك الحصه ديال لي باري، الحصه ديال الليزر، عندي الماء في العينين، عندي الشبكه مقيوسه، كيقول لي الطبيب ايوا دابا تقهرت الحصه في سمحت فراسي، ما صافي ما عنديش باش نكون، ما عندي حتى شي حاجه، الراجل تا هو مريض بالسكر، مريض عيان. خرج جيبنا داك طريقي في الخبز هيب بالكروسه وصافي ديالي، كيكون في الاسواق وصافي، هكا الناس كيتعاونوا معايا، يعطيوا خضيره يعطيوا هذه، ويجي ما عندوش حتى هو مريض. انا مريضه ساكنين في واحد البني عشوائي، والله العظيم يا الحاج يا مني كطيح لينا الشتا، والله العظيم لك كندرقوه بالميكا. لا اله الا الله. كنغطيو بالميكا باش ما نفزقوش الفراش، كل شيء الدار كتقطر عليا، الناس كيقدوا دابا يطلعوا السطوحات كيحنكوا بالتراب وداك الشيء، انا ما كنقدرش، عندي الشوف الدار والو. لا اله الا الله. ما كنقدرش الحاج، راني كنعاني بزاف، نطلب الله ومن المحسنين الى قدير الحاج تعاونوا معايا يا رب. لالا نجات، عندك شي وليدات؟ ايه عندك شي وليدات؟ عندي وليد عنده 16 عام كيقرا صغير باقي، وعندي وليد شويه كبير وبنيته،
ايوا راه ما يخدموا مع الناس وصافي باش كيتمعشوا وصافي هما باش يكسيو روحهم باش يعيشوا وصافي. لا اله الا الله. انا بوحدي في الدار كنعاني كنسقيوها من الزنقه عندي سقايه بعيده من الدار كنعاني من الماء كنعاني بزاف الحوايج كنبقى مكلفصه في الدار كنبقى بالوساخ كنبقى بلا سياق بلا حتى شي حاجه ما والو. لا اله الا الله. والله العظيم الوليد كيمشي يقرا الوليد ودني تدراج وخور عندي حاجرة دوت ما عندهم شباهم كيمشي وكيلقطو طرف الخبز وصافي راهم يخدموا مع الناس وصافي هادو. الله ايوا يا الحاج الله يفرج عليك والدين والله يكبر بك والله يحفظك الله يحفظك من شوفوا المحسنين مني الله يرحم لكم الوالدين. وخلي لنا ناخذ الرقم ديالك باذن الله. خذوا الحاج الله يرحم لك الوالدين الحاج والله العظيم اللي كنعاني من الشوف حق الله العظيم. لا اله الا الله. كنعاني من الشوف كنطيح كنغيب عندي الطبيب قال لي عندي الميكرو في الراس عندي الراديونات عندي كل شيء. لا اله الا الله. ما قديت دابا ما عنديش بس نمشي نداوي ولا ما عنديش باش نداوي راس. الله يشافي ويعافي للنجاة، ربي يجيب الشفاء من عنده سبحانه، ربي يجيب الشفاء لله الله يداويك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما سمعناه هذه شريحة من أفراد المجتمع كيعيشوا حالة من الفقر وحالة من الحاجة، وليس عيبا أن يكون الإنسان فقيرا أو محتاجا، ولكن العيب أننا نحن جميعا ينبغي أن نكون متضامنين متآزرين. العيب هو أن الإنسان يكون ذو مال ويكون صاحب ثروة وربما يحب أن يجمع ويكتنز ويضره في نفسه أن ينفق، وبالتالي يبقى ضياع له. أولا يحرم من الحسنات ويحرم من الأجر والثواب ويحرم من دعاء هؤلاء الضعفاء، لأن هؤلاء الضعفاء والمرضى لما يدعون لك بالرحمة والمغفرة إذا أكرمتهم دعوتهم مستجابة كتكون مستعجلة عند الله تعالى، خصوصا لما يكون الشخص عنده مرض وعنده فقر وعنده شدة ولا يعلم بحاله سوى المولى. هذا لما يفقه له ويعطى من مالك فإن الله تعالى دعوته يقبلها ولا يردها. طلب الله سبحانه وتعالى يفرج عليك للنجاة. احنا عندنا امل كبير في اول حاجة نظام الدولة والوطن، كما اخذنا الوعود جميلة من الحكومة انه سيكون ان شاء الله تعالى واحد الحماية الاجتماعية واحد تضامن وتكافل للفئات الضعيفة والهشة، سوف تمنح بعض المنح لكي تساعدها على الحياة الكريمة. احنا ما زال ننتظر ان شاء الله تعالى مرور 100 يوم على برنامج الحكومة، وكنت منه ان شاء الله تعالى يوفقهم المولى، الله يوفقهم ويكون هذاك الوعود صادقة حتى يتمكنوا من فعلا اعطاء المساعدات لهذه الفئات المحتاجة. وهذه فكرة أيضا أخرى، فرصة نذكر بأن بعض العوائل بعض العائلات وبعض الأسر اللي كيعيشوا في أحياء قصديرية أو بناء عشوائي، هاد الأمطار ديال الخير حنا فرحانين بها، أمطار الخير ملي غتنزل غتروي الأرض وتعمر الآبار وتعمر السدود، ولكن هادوك الناس اللي عندهم الدور الأيلة للسقوط راه كيبقى يقول يا ربي وقف المطر وقف المطر، خايفين داك المطر ملي كينزل عليهم راه كيشقق لهم الديور وكيوقع لهم واحد النوع من الهدم وكيتأذوا. هذه فرصة أيضا أننا كوطن كجماعات محلية كمسؤولين في هذا البلد الأمين نقوم سريعا بالإحصاء لهذه الدور إلى السقوط أو هذه المنازل اللي هي مبنية بالقصدير أو مبنية بالتراب. ولماذا أرض الله أرض موجودة الحمد لله، المغرب زين طويل وعريض، وندير كما قام المشمول برحمة الله الحسن الثاني في عهد محمد الخامس طيب الله تراه داروا ما يسمى بطريق الوحدة. احنا محتاجين هذا التجنيد اللي كتسعى عليه الدولة، احنا فرحانين به التجنيد، والله وبالله ما كرهت نكون انا الاول في صفوف التجنيد، ولكن التجنيد ماشي غير ندير نجندو لكي ننفع الوطن، لكي نقوم بالبناء والتعمير والتشييد، نبداو الاراضي اللي هي خاوية نبقاو غنبنيو غنبنيو بنيو بناء اجتماعي بناء اجتماعي، واللي تعطر اعطوه شقة حقه الوطني نعطوه شقة،
وحنا نعمل ما نتوقفوش. يعني السلسلة ديال الإنتاج وديال البناء وديال التعمير والتصنيع ما توقفش، ديما شغالة على طول على مدار 24 ساعة. كيمشي إيكيب وجي إيكيب، وكنصنعوا وكنبنيوا وكنفلحوا ونقوم بتراكم الثروة. وديك الساعة اللي يحتاج نعطوه، اللي يحتاج نعطوه، وهذا هو الوطن السعيد. ربي غادي يعاوننا أنا ذاك. وتبارك الله كاين الشباب اللي قادر يخدم، عندهم السواعد ديال الخدمه، وعندنا المهندسين اللي كيفكروا وكيخططوا وكيوضعوا البرمجه، وعندنا الحمد لله الاداريين اللي قدروا ينظموا لنا عمليه التوزيع والتنظيم وغيرها، ورؤوس الاموال راه موجود الحمد لله. خاصنا الاراده السياسيه القويه، وخصنا النية الصالحة، وخصنا الروح الوطنية، وخصنا الفنانين ديونا، الفنانين من مغنيين ومن من من ممثلين وغيرهم يشتغلوا على إلهاب الإحساس كما كانوا أيام زمان. أيام زمان كانوا الفنانين كيلعبوا واحد الدور عظيم جدا في إلهاب الحماس الوطني. كتلقاهم كيقولوا أمداح وأشعار وأغاني رائعة كتخلي الإنسان أنه يجتهد، وكتخلي الإنسان أنه يعمل، وكتخلي الإنسان أنه يقوم بأعمال هي عظيمة جدا، كتلهب الحماس. احنا محتاجين أيها الأحباب الكرام لمثل هذه الالتفاتات الطيبة. وأنا داك نقدر إن شاء الله نتجاوز الحالة ديال الفقر والحالة ديال الهشاشة، لأننا نحن كلنا المغاربة إخوة، والوطن أنا أعتبره سفينة. احنا كلنا غادي في واحد السفينه، بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، وخاص القوي منا ياخذ بيد الضعيف، ومن ثم نستطيع ان شاء الله تعالى ان نصل الى بر الامان، ونقتسم الكعكعه جميعا بالتساوي، وناكل من القصعه جميعا بالسويه، ويكون ديك الساعه الشعور الوطني ملتهب. هذه فرصه كندعي للفنانين ديالنا انهم يبدعوا في مجال الانشوده والاغنيه اللي كتلهب الحماس وكتعطي هذا النوع من الحياة اللي فيها وكثيرة جدا كثيرة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين، ويلهمه الصحة والعافية وتمام العافية، وحتى نحظى أيضا بزيارات ملكية سامية. توحشناها، توحشنا كثير احنا المغاربة تلك الزيارات الملكية الميمونة التي كان يقودها الموكب الملكي من مدينة إلى مدينة، من إقليم إلى إقليم، ويتم وضع مجموعة مشاريع تنموية واقتصادية ويستفيد منها أبناء الوطن. نسأل الله تعالى أن يرزق سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الصحة والعافية وتمام العافية، وأن يواصل طريقته في البناء والتعمير والتشهيد وإنقاذ هذا الوطن العزيز إلى قلوبنا أجمعين. اللهم آمين يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل أيها الأحباب الكرام، واللحظة نتحول إلى إقليم بن ملال مع أخينا السي حسن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كدير السي الطيب؟ الله يبارك فيك مولاي. الله يجزيك بخير السي الطيب. حياك الله اخويا، بارك الله فيك. الله يحفظك ويطول عمرك السي الطيب. يا اول مره كنشارك معك السي الطيب. يا مرحبا يا مرحبا باهل بني ملال. اقليم بني ملال، واحد وقصيبه اقليم بني ملال. ايام شرفين سعداتكم، المنظر الجميل والطبيعه الخلابه، كاين شي امطار ديال الخير عندكم سي حسن؟ الحمد لله السي الطيب، يلاه يعني الحمد لله، يلاه يعني ضربت الشتاء الحمد لله. بركه بركه. اللهم بارك، اللهم بارك. اللهم امين السي الطيب. الله يجزيك بخير على البرنامج اللي كتقدم لنا وعلى هذه النصائح السي الطيب. حفظك الله اخويا ورعاك. الله يبارك فيك السي الطيب. تحياتي لك السي الطيب، وتحياتي للطاقم التقني المرافق لك بذات ان في بذات ميد راديو. نعم سيدي، جزاك الله الف خير. وتحياتي لجميع المسلمين والمسلمات السي الطيب. يا ربي يا كريم يا رب. والله يجزيك بخير على هذا الكلام الطيب اللي كتنصحنا به. كنستافدوا منك كثير السي الطيب، الله يجزيك بخير. حفظك الله اخويا، بارك الله فيك. الله يجزيك بخير السي الطيب. عندي المراه شويه عيانه، الله يجزيك بخير، داعي انا. يا رب يا رب. الله يجزيك بخير ويطول عمرك يا رحمن يا رحيم. وعندي البنيه الله بدات واحد خدامه في مراكش، ولكن مازال ما مقتنعش يعني بداك العمل، مازال يعني سميتو الداعي تاعي معها. الله يجزيك بخير يا رحمن يا رحيم. الله يجزيك بخير.
وما الحمد لله يعني ما خاص التخير الحمد لله، ولكني الصحه هي كل شيء، ندير مرا شويه عيانه شويه. الله يشافيها ويعافيها اياها اخويا يا ربي امين، دا معايا ومع جميع المسلمين السي الطيب. اللهم امين. الله يجزيك بخير، وكنشكرك على البرنامج الرائع وعلى النصائح اللي كتقدم لنا السيد السي الطيب. الله يجزيك بخير، والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام سيدي حسن، حفظك الله ورعاك. سي حسن هذا زوج وفي، هذا زوج مبارك، زوجته مريضه، واكيد انه بدل ما في وسعه لعلاجها، حتى انه اضطر انه يتصل باذاعه خاصه ويطلب من المستمعين المغاربه في كل مكان ان يدعو لها بالشفاء. سي حسن راه نبهنا بان واحد النعمه عظيمه وجليله وكبيره عند الانسان لا يعرف قيمتها الا بعد ان يفقدها، وهي نعمه الصحه. الصحه هي تاج على رؤوس الاصحاء، لا يراها الا المرضى، اللي صحيح في بدنه عليه يحمد ربي ويشكره بانه مرزوق وانه مكروم وانه منعم، وخصوصا الى مرضات ليك مولات الدار، لان المراه هي الثريه ديال الدار. الى كانت صحيحه وكانت ناشطه وكانت بخير، عرف بان الدار راه مضويه. والا كانت المراه مريضه او مكهربه او عندها امراض نفسيه، يعني الدار مظلمه، هكذا هي المراه كيوصفوها الناس، هي بحال الثريه، لك أن تضيء أنوارها ولك أن تطفئها، شوف أنت الموقف ديالك معها. السي حسن هو يسعى إلى إضاءة هذه الأنوار، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشافي هذه الزوجة. نسأل الله تعالى أن يرزقها تمام الصحة والعافية. الله تعالى كريم، كل ليلة والناس نيام، ربنا سبحانه وتعالى يبعث رحماته ويبعث ألطافه الخفية، والناس نائمون تدركهم رحمة الله، وانت على فراشك ناعس كتجيك رحمة الله سبحانه وتعالى، وتستيقظ صباحا وقد شفيت وعفيت. هذا غير المؤمن فيه النية. أما إذا كان ذاك المؤمن الليل كله وهو يناجي ربه يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم، فإن الله تعالى يريه عجائب قدرته ويقول لأنزلن عليك رحمتي لكي تشفى وعزتي وجلالي، وتشفى بأمر الله تعالى. الله يشافي هذه الزوجة الصالحة ويمتعها بتمام العافية، وهذه البنية ديالك الله يحسن عوانها أنها تنقل من مدينة إلى مدينة، من بني ملال إلى مراكش، صعب جدا، حتى الرجال ملي كيتنقلوا من مكان إلى مكان كيلقاو صعوبة كبيرة، الغربة والتنقل، وربما يحتاجوا إلى كراء مسكن آخر ونفقة زائدة، يعني اللي غيربحوا في هذا العمل وفي هذه الوظيفة أو من أجرة وراتب غينفقوا على المواصلات وعلى السكن الجديد بعيد عن العائلة، ولا يكاد يوفر إلى القليل، وكيبقى فوق هادشي كله الغربة وكيشعر بأنه وحيد. فلهذا كنطلب الله سبحانه وتعالى يوفق هذه البنية أنها تجد عمل قريبا من أهلها وذويها، أو نطلب من الله تعالى أن يرزقها زوجا من أبناء تلك المنطقة، وتكون إن شاء الله تعالى مستقرة في كنف زوجها وعائلته. ربنا سبحانه كريم، ربنا يخطط ويبرمج، وقل يا الله وسوف يحقق لك الرجاء. حفظك الله أخي حسن وبارك الله فيك وأسعدك الله، ودي فرصة نطلب الله سبحانه وتعالى الكريم ونقول له: اللهم يا رب العالمين، هؤلاء عبادك المؤمنين والمؤمنات والصالحون والصالحات والقانتون والقانتات والذاكرون والذاكرات، وفيهم الكثير من المرضى، وفيهم الكثير من المبتلين، وفيهم الكثير من الصابرين، وفيهم كثير من أصحاب النيات الصادقة. يا ربي نحن جميعا في هذه الليلة الطيبة، ليلة الجمعة، وفي هذه الأجواء التي تبشر بالخير وهي أمطار الرحمة، كلما كانت أمطار الرحمة تهطل من السماء دليل على أن الله تعالى راض على العباد، على الرغم من اقترفوا واشترحوا من ذنوب وخطايا، فربنا راض عن عباده ما دامت السماء تمطر مطرا طيبا وغيثا رحيما. فاللهم يا رحمن يا رحيم، هانا نحن دا عبادك نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب إن كنا قد عصيناك ما عصيناك تحديا، وإنما وقعنا في الخطأ لضعفنا وهواننا، فاغفر لنا واستر عيوبنا وبدل سيئاتنا حسنات. يا الله يا الله،
نسألك اللهم نفحة كريمة من نفحاتك، ونسألك اللهم فتحا يسيرا ورزقا واسعا يا رحمن يا رحيم. نسألك اللهم حسن المعيشة، اللهم ارزقنا معيشة طيبة نتقوى بها على جميع حوائجنا ونتوصل بها في الحياة إلى أخرانا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من قلت وقولك الحق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أمددنا بأموال وبنين، اللهم اجعل لنا جنات وأنهارا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا يا كريم من حيث لا نحتسب. اللهم نور لنا دروبنا واغفر لنا ذنوبنا وحقق لنا ما يكون خيرا لنا يا ربنا. طهر قلوبنا واشرح صدورنا وتقبل صلاتنا، واجمع يا ربي يا كريم شملنا، وأصلح أحوالنا وبيض وجوهنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، افتح لنا باب الخيرات، افتح لنا باب العطاء والكرم، ويسر لنا يا رب، يسر لنا وسد عنا باب الشر والتعسير، وافتح لنا باب الخير والتيسير، وألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم نجنا من الظلمات إلى النور، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا الله يا الله، اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج في هذه الليلة الطيبة، هذه الليلة المباركة يا رب. كل من عنده حاجة في قلبه وضميره عجل له بالعطاء والكرم يا حنان يا منان يا عظيم الشان، يا حنان يا منان يا عظيم الشان، عجل لنا بالفرج. يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى. يا الله يا الله يا الله، يا فالق الحب والنوى، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. يا الله يا الله يا الله، عجل لنا بالفرج. فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واغننا بفضلك وسائر المسلمين. يا الله يا الله يا الله. وصل يا ربي على نبيك المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.